السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وفي أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك في قناة الصحة والجمال، وعيد سعيد عليكم، وعيد سعيد على الأمة الإسلامية، عيد سعيد على المصريين كلهم، عيد سعيد على كل العالم إن شاء الله. يا رب إن شاء الله تكون أيامنا كلها أعياد، عيد ورا عيد، موسم ورا موسم، كلها خيرات وكلها أعياد. النهاردة في برنامجنا وحلقتنا في اليوم المفتوح وعيد سعيد على الأمة الإسلامية وعلى الشعب المصري، معانا نماذج جميلة جدا، معانا شباب نموذج. ياريت كل الشباب يحتذي هذا الحذو، ياريت كل الشباب يبقى عندهم نفس الحمية، بدل ما بتروح تقعد على قهوة، بدل ما بتروح تبيع مخدرات، بدل ما بتنجرف في موال تاني أو طريق مش مستقيم، لا، عندنا نموذج لشباب مصري مش من القاهرة ولكن من محافظات، من محافظة الشرقية، أهل الكرم كلهم، شباب جميلة جدا، شباب حبوا إن هم يكونوا مع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا كرمهم وربنا وفقهم وربنا اداهم الطريق. طول ما أنت بتبقى مع ربنا، طول ما أنت بتبقى ماشي في الطريق السليم. معايا النهاردة شابين جمال جدا، فضيلة الشيخ هقول عليك بقى محمد صبرة إن شاء الله من معهد العالي للقراءات، ومعايا الشاب محمد الشويحي منشد. بص بقى، يعني هو واحد حب القراءات والتاني حب الإنشاد، رغم إن هو برضو حب القرآن ولكن حب الإنشاد، إزاي ينشد في حب الله سبحانه وتعالى وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتعرف بيكوا وتقول لي بقى، هبدا باستاذ محمد صبره، الشيخ محمد صبره بقى باذن الله، الشاب الجميل كده اللذيذ. الله يعزك يا رب. تقول لي انت خريج ايه الاول؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. في البدايه اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل ايامنا كلها اعياد، وان يجعل بلدنا مصر في امن وامان، انه ولي ذلك والقادر عليه. محمد صبره من الشرقية، بفضل الله تبارك وتعالى أحفظ القرآن الكريم كاملا، ومعايا إجازة حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل على كلية الحقوق بجانب معهد العالية للقراءات. يعني أنت يعني حفظت القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى، وبالسند، وابتديت إن أنت مش تحفظ بس، لا ده انت دخلت كمان في القراءات وابتديت تعرف انواع القراءات وعدد القراءات. تمام. ودي برضو يعني مجال العلم واسع، ومجال القران يعني عظيم جدا، اللي انت بتدخل في القران وعايز تنهل من القران الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب هقول لك، لما انت ابتديت مع القران الكريم، قول لي بداياتك مع القران ابتديت ازاي؟ حبيت القران ازاي؟ أنا في البداية الحمد لله بفضل الله، يعني والدي يعني كانت أمنية حياته إن يجعلني من الحافظين لكتاب الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وبفضل الله ربنا عز وجل بلغ والدي هذه المنزلة، وحفظت القرآن الكريم في الصف الثالث الإعدادي. وفي نصيحة يعني لا أنساها، يعني دايما لو تكلمت أمام أي حد أقول له، لا يعني لو أنا نسيت اسمي عمر ما هنسى النصيحة دي أبدا. دايما والدي كان يقول لي بالفلاحة كده خالص، القرآن هيكون هو العمود اللي وراك، كل ما هتقع العمود ده هيسندك. وبفضل الله عز وجل ربنا كرمني بالقرآن. وبعد كده أخذت الإجازة في القراءة، قراءة حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الدكتور أحمد خيري من عندنا، من القرية اللي أنا فيها. والحمد لله دخلت معهد العالية للقراءات، أخذت فيه سنتين تجويد، وبعد كده كملت فيه، خدت 3 سنين كمان عالية القراءات، ودرست فيه القراءات بفضل الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وطبعا زي ما قلت لحضرتك ان والدي كانت أمنية حياته ان هو يجعلني انا واخواتي من الحافظين لكتاب الله. تمام، يعني الوالد كان السبب الرئيسي وراء ان انت تكون حافظ للقرآن الكريم. تمام. طيب هنتقل اليك استاذ محمد الشويحي، واقول لك تقول لي بدايتك وتعرفني بنفسك، وتقول لي ازاي ابتديت تحب الانشاد. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كل عام وانتم بخير جميعا، وقناه الصحه والجمال في احسن حال. طبعا بدايتي حفظ القران الكريم
كما قال الشيخ محمد أخويا، أي إنسان أو أي شاب بيبدأ حفظ القرآن الكريم بيكون الأساس في البيت، البيت هو اللي بيدفع بيه كتاب القرية أو مدرسة تحفيظ القرآن الكريم. طبعا أتمنى حفظ القرآن الكريم في مرحلة إعدادية. اتجهت الإنشاد الديني من خلال الإذاعة المدرسية، وبعدها طبعا الجامعة، ودفعتنا جامعة الزقازيق لمسابقة إبداع. طبعا تخرجت من كلية التربية الرياضية في مجال التدريب ومجال التدريس، كنت في نفس الوقت بحب الإنشاد الديني وبحب أستمع للأصوات العالمية، طبعا المدارس بتاعتنا المعروفة القوية، الشيخ طه الفاشني والنقشبندي والشيخ محمد عمران. طبعا في مسابقة إبداع تفوقت فيها وكنت رقم واحد في جامعة الزقازيق، وتأهلنا طبعا لمنتخب الجامعات، وكنت من أفضل 25 على مستوى الجمهورية بفضل الله. وتعلمنا طبعا كتير في اللي هي مدرسة السلام الدولية تبع يعني الدولة وجهود الدولة وجهود وزارة الشباب والرياضة يعني. طيب انت خريج يعني ايه الاول؟ كليه التربيه الرياضيه. كليه التربيه الرياضيه. التربيه الرياضيه يعني مجال غير المجال، وابتديت ما يمنعش ان انا اكون في مجال طبعا. ولكن حبي بالظبط لشيء تاني، حاجه دينيه جميله، قران، سنه، بالزبط. حديث، انشاد، ده ما يمنعش ان انت تكون في مجال وتكون في هوايتك في مجال تاني، بالزبط. مجال انت حاسس ان انت فيه بترتقي مع الله سبحانه وتعالى. بالظبط كده. طيب ايه رايك تسمعني حاجه بقى، بما اننا يعني في اول ليالي العيد؟ حاضر. تقول لي بقى حاجه كده جميله كده من عندك. ماشي، سامع حضرتك ابتهال. اتفضل. في القلب نور من القرآن يأتيني يسمو بروحي ويسري في شراييني، تعلو به الروح وبالإيمان يسعدني، فيه البيان لدين الله يأتي. إن غاب عني جميع الناس وانصرفوا، في القلب لي ثقة في الله، إن كنت في مرض لن يشعروا ألمي، فالحمد لله والمختار علمني أن اليقين بحب الله يشفيني. الله يفتح عليك. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بعد قليل. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ورجعت لضيوفي محمد الشويحي ومحمد صبره، وهروح لك بقى استاذ محمد. وعايز اقول لك بقى، يعني احنا خارجين من شهر رمضان. شهر رمضان شهر القران، شهر الرحمات، شهر القيام، شهر الصبر. بما انك حافظ لكتاب الله واحد الناس اللي حاملين لكتاب الله، في القران الكريم في رمضان بيبقى الناس بتتضاعف قراءتها. تمام. بنقعد نقرا مره واثنين وثلاثه، وعايز اختم مره واثنين وثلاثه. عايز اخد من الحته دي موقف بيحصل بعد رمضان.
تمام. بنلاقي الناس بتهجر القرآن بعد رمضان، وإن كان اللي كان بيختم مرتين بقى مرة، اللي كان ختم مرة بيقرا جزء يعني بيبتدي ها لغاية ما يعدي شهر، يعني يبعد شهر اتنين ما يسيب القرآن ويهجره. تمام. وده بحس ان هي يعني حاجة كبيرة قوي اللي احنا بنهجر القرآن بعد رمضان. تمام. طيب عايز اعرف منك بما انك حامل لكتاب الله، ازاي اثبت على الطاعة بعد رمضان؟ تمام. تقول لي بقى كده الأسباب اللي تخليني أثبت على الطاعة، أو العوامل التي تساعدني على الثبات على الطاعة بعد رمضان. تمام. هو سبحان الله العظيم، يعني نجد الناس في رمضان في جو من العبادة ليس له مثيل. تمام. يتقرب لربنا عز وجل بقراءة القرآن والمحافظة على الصلوات وصلاة القيام والصدقات والزكاة وصلة الأرحام. ولكن العجيب بقى بعد رمضان، ولا نقول حتى بعد رمضان، للأسف مع آخر ليلة، مع آخر ليلة من رمضان، تجد كثيرا من الناس إلا من رحم ربي جل وعلا يرجع إلى ما كان عليه قبل رمضان والعياذ بالله. يهجرون القرآن، يتركون الصلوات، لا يصلون الأرحام، لا يعرفون للمساجد طريق. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، إنه ولي ذلك وقادر عليه، وأن يردنا إلى مساجدنا ونحن في أحسن حال إن شاء الله. طيب يا ترى بقى القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما نصلي عليه جعلوا لنا أشياء ووسائل علشان يكون عندنا ثبات على هذه الطاعات اللي كنا بنعملها في رمضان؟ نقول أن القرآن وأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما تركوا لنا شيئا إلا وعلمونا إياه. تعالوا بقى نعرف أول سبب زي ما حضرتك قلت من 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 أسباب أو من وسائل الثبات على الطاعات والعبادات، ألا وهو القرآن، كلام الله تبارك وتعالى وجل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة لاقى من الكفار ما لاقى، أرادوا أن يقتلوه وعذبوه، قالوا عنه شاعر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه مجنون، وسبوه في عرضه وفي زوجاته. فربنا عز وجل أراد أن يثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع بقى، يا من تريد أن يثبت قلبك على الطاعات والعبادات اللي كنت حضرتك ماشي عليها وبتعملها في رمضان، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الثبات على الطاعات والعبادات، قولوا آمين. آمين يا رب. تفضل. أنزل الله عز وجل القرآن على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نثبت به قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورتلناه ترتيلا. يبقى القرآن من أسباب الثبات على الطاعات والعبادات، لنثبت به فؤادك. قال أهل التفسير في قول الله عز وجل: لنثبت به فؤادك، أي لنقويه على الثبات، يعني إن هو يثبت على الطاعة والعبادة. بل هذا القرآن يجعلك بعد رمضان في طاعة وعبادة أكثر من اللي أنت كنت عليها في رمضان. إيه الدليل؟ قال الله عز وجل في بداية سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللي جاية بقى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. خلي بالك من اللفظة، زادتهم إيمانا. حطوا الإيمان في إيمان زيادة. يعني بهذا القرآن اللي حضرتك بتقرأه، ما بعرفش أقرأ، اللي حضرتك بتسمعه، اللي أنا ممكن ظروف شغل وعمل ما تخلينيش أسمع. قال بعض أهل العلم أن مجرد فتح المصحف والنظر فيه عبادة لله عز وجل. مجرد أنك تفتح المصحف وتبص فيه
دي عبادة لربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. فمع هذا القرآن يكون عندك ثبات على الطاعات والعبادات، بل وستزيد الطاعة والعبادة بعد رمضان، كما قال الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طيب أنا عايز أسأل، إحنا ليه بعد رمضان بيبقى فيه فتور؟ إيه السبب اللي بيخليني أنا ما روحش على المصحف أمسكه وأقراه؟ ليه بمسك المصحف في رمضان وليه بعد رمضان بسيب المصحف؟ ما دي برضو يعني ممكن بيكون السبب ده فيا وفي كثير من الناس. تمام، أنا بتكلم عن نفسي أنا مثال، اللي أنا ممكن بمسك المصحف في رمضان أقرأ، باجي بعد رمضان إيه السبب بيخليني ما في دلوقتي في علة؟ تمام، في سبب معين بيخليني أسيب المصحف بعد رمضان. أنا مش عايز أسيب المصحف دوت، عشان أعمل كده وعشان أفضل متمسك بالقرآن طوال العام. تمام، قول لي روشتة أعمل إيه بسيطة كده للناس اللي شايفانا، نعمل إيه عشان نفضل متمسكين بكتاب الله بعد رمضان؟ طيب تسمح لي ندخل سويا كده لبستان خير العباد محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، سئلت السيدة أم سلمة رضي الله عنها: ما أكثر ما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلي عليه. السادة المشاهدين كده نعطر قلوبنا وألسنتنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه أكثر الأدعية أو من أكثر الأدعية اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي ربنا بيها؟ فقالت: كان من أكثر ما يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية على طاعتك. ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عارف إن إحنا ضعاف، هنيجي في رمضان نجتهد ونشد حيلنا في رمضان، ولكن إيه اللي بعد رمضان؟ دي اللي إحنا عاوزينه بقى بعد رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام يديك أول روشتة زي ما حضرتك قلت، ويديك أول علاج لحضرتك علشان يكون عندك ثبات بعد رمضان. النبي يقول لك إلجأ لربنا عز وجل بالدعاء، وكل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طيب، فتيجي السيدة أم سلمة رضي الله عنها تسأل حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وتقول له: ليه يا رسول الله أنت من أكثر الأدعية اللي بتدعي بها الدعاء ده؟ اشمعنا يا رسول الله دايما على لسانك: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فالله عز وجل يقلب هذه القلوب كيفما شاء. فتارة ترى هذا القلب في طاعة، تارة تراه في معصية، في أوقات قريب من الله، في أوقات بعيد عن الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: يلي عاوز يكون عندك ثبات على الطاعات والعبادات بعد رمضان، أكثر من قول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نسأل الله أن نكون منهم أجمعين. ربنا يرزقنا الثبات. هنأخذ اتصال ونرجع لكم تاني. أستاذ السيد صبحي تفضل. أهلا بيك أستاذ هاني. أهلا بحضرتك يا فندم، تفضل. أهلا بيك يا فندم. إزيك يا شيخ محمد؟ مبسوط جدا أني شايفك على الشاشة. إزاي حضرتك يا أستاذ سيد؟ أهلا بيك يا شيخنا والأستاذ محمد الشويحي، منور الشاشة والله هو كمان. الله يكرمك. أهلا وسهلا. ربنا يخليك. حابب تقول ايه للشباب الجميل ده في العيد؟ تقول لهم ايه؟ والله انا طبعا بقول لهم كل سنه وهم طيبين، ويا رب ان شاء الله زي ما عنوان الحلقه اللي حضرتك بتتكلم عنها كيفيه الثبات على الطاعه بعد رمضان، ربنا يثبت قلوبنا ان شاء الله على طاعته باذن الله. يا رب. امين يا رب. امين يا رب. شكرا لحضرتك. في سؤال بس كده للشيخ محمد بعد اذنك. اتفضل يا استاذ سيد. حضرتك بتتكلم طبعا عن الثبات على الطاعة، طبعا في شك فيه اللي هو الدعاء. طبعا في كتير مننا طبعا بيدعي، وفي اوقات كتير جدا الدعاء ممكن ما يكونش مستجاب. انا ما اقصدش ان ربنا مش مستجاب بالدعاء، لكن انا بقصد هل في سبب او في حكمه من الحته دي يا شيخ محمد؟ تمام. يعني سؤال حضرتك ان انا ممكن ادعي ربنا باشياء انا عاوزها تحصل ليا والحاجات دي مش بتحصل. مظبوط. فظن من الانسان اللي بيدعي ربنا ان انا كده الدعاء بتاعي ما استجابش، طب ليه ربنا ما اجابش ليا دعائي؟ نجيب عليه ان شاء الله. هنجاوبك. حاضر. مظبوط. شكرا لك. شكرا حضرتك. طيب اتفضل. طيب هنجاوب الاسئله في الاخر، هناخد بس بقيه الحلقه وهنقول الاسئله اللي بتجي لنا في الاخر باذن الله. هروح ليك، بما اننا بقى في العيد وبما اننا في بستان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي الموقف العطر اللي احنا فيه دوت،
عايزك تاخدني واحنا بداخل البستان لحاجه جميله بقى فيها قطوف بقى دانيه بقى، يعني عايز احس ان انا بقى واحنا كده بنتكلم مع بعض، تعيشني واحنا في الجنه بقى. امين يا رب. هذه قصيده في صفات المسلمين وكيف يكون يعني الشاب المسلم وصفاته وما يلتزم به. أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا، فلتعلمي يا أمتي أني هنا، لن أنحني لن أنثني لن أركنا، إني رأيت الله في أكوانه وسمعت صوت الحق في قرآنه ولمست حكمته وفيض حنانه في سيرة المختار في إيمانه، أنا مسلم هل تعرفون المسلما، أنا نور هذا الكون إن هو أظلما، أنا كوكب يهدي القوافل في الثرى، وأنا الشهاب إذا رأيت المنكرا، أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، وإذا دعا الداعي أنا حامي الحما، أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، وإذا دعا الداعي أنا حامي الحما، ما لي سوى نفس تعز على الشرى، قد بعتها لله والله اشترى. الله يفتح عليك يا محمد، حاجه جميله قوي. بس انا من كلامك اللي انت قلته توقفت عند جملتين، حامي الحمى وان بعت نفسي فالله اشترى. هاخدك في حته وتقول لي بقى احساسك لما بنقول حامي الحمى وبنقول إن بعت نفسي اشترى. لله اشترى. الله اشترى. احنا في الظروف اللي بتمر بيها البلد والحاجات اللي بتمر علينا في سينا والمواقف اللي بنشوفها وبيشوفها جنودنا وبيشوفها ضباطنا وبيشوفها جيشنا في سينا، احنا في معركة طبعا وحرب. لما بتشوف الجنود بتوعنا الشباب اللي زيك وهو واقف حامي الحمى بيحميك ويحميني ويدافع عن أرض سينا وعن ترابها في الجبهة قدام التكفيريين وقدام الناس اللي عاوزين يهدموا مصر، بتقول إيه للشباب دول لما بتلاقي جندي وتسمع خبر استشهاده هو باع نفسه لله سبحانه وتعالى؟ تقول له ايه وتبقى شعورك ايه لما بتسمع؟ ولما اكيد في القريه عندكم بعض الشهداء من اصدقائكم كانوا على الجبهه واستشهدوا ودفنوا في القريه، احساسك واحساس اهليهم ايه لما بيجي البطل ده عشان يدفن في قريته؟ طبعا يعني اتذكر قول الله سبحانه وتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله سبحانه وتعالى اصطفى الشهداء من جنودنا الأبطال إن هم يكون لهم الجنة. طبعا يقاتلون في سبيل الله. وجود المقاتل المصري أو الجندي المصري أو البطل المصري على حدود أرضه فهو يقاتل في سبيل الله، إن هو بيحافظ على أرضه، بيحافظ على عرضه، على دينه. في بلدي مشتول السوق كانت فيها شهداء، طبعا منهم الشهيد أحمد عمار
اللي صدى موجود في مصر كلها، ومنهم كان ليا صديق والله قبل بالظبط حادثه كمين البرث اللي استشهد فيها القائد المنسي والابطال البواسل. كان ليا صديق برضه استشهد في الطريق في سيناء. طبعا يعني هو ربنا اصطفاهم، دوم شهداء عند ربنا. احنا طبعا بنتمنى في حياتنا ان احنا نكون زيهم، ان احنا ننال المنزله ديت او ننال الاجر بتاعهم ده. فربنا سبحانه وتعالى يجعلنا يا رب سند لمصر. ويمكن انا عن نفسي تجربتي ما حضرتش. انت دخلت الجيش ولا لا؟ ما دخلتش الجيش لان انا وحيد. وحيد. طب لو كنت عندك الفرصه انك تخش والله الجيش؟ والله كنت اتمنى مليون في الميه، يعني ما اقدرش ان انا اتردد في حاجه زي دي. بل كنت فرحان جدا لما دخلت حاجه اسمها التربيه العسكريه في الجامعه. كنت مبسوط كده ان انا جندي او يعني، وبتنادى من القائد وروح وجيب، وكنت موجود معاهم يعني مجرد 6 ايام حسسوني بحاجات كتير جدا يعني. وحسوا ان انا حاجه كبيره. فما بال حضرتك لما اكون موجود سنه سنتين، موجود مثلا لا تدخل النار عين باتت تحرس في سبيل الله. يعني ديت بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، ان كل واحد واقف بيدافع عن ارضه ان عينه مش النار مش هتشوفها او مش هيدخل النار يعني. فربنا يجعلنا من يعني الذين اصطفانا، الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ان هم يكونوا شهداء. ويحسن يا رب اعمالنا يا رب، يا رب. ويرحم شهدائنا ويصبر اهليهم وزويهم يا رب. اللهم يا رب. شيخ محمد بقى عايز اقول لك برضو، انت برضو نفس الحكايه لما بتشوف المواقف ديت، اكيد في رمضان انت كنت مشغول شويه في القران او تحفيظ للقران. تمام. بما ان هنقول ده موسم بقى اللي هو موسم القران يعني. تمام. فاكيد بتسمع برضو عن بعض المسلسلات اللي بتبين ابطالنا. تمام. وبتبين جنودنا والمواقف اللي عملوها وازاي دفعوا لاخر قطره في دمائهم عن الوطن. تمام. كان بتوصل لك الاحداث دي؟ كنت بتسمعها ازاي وبتشوفها ازاي؟ وانت رايك ايه في الموضوع؟ يعني انت اتمنيت تكون واحد منهم ولا لا؟ انا برضو زي الاستاذ محمد يعني ما دخلتش جيش لاني مش ليا اخوات. وطبعا سبحان الله يعني اظن يعني ان ما فيش انسان يطلب ليؤدي خدمه لوطنه ويتاخر ابدا. الا يعني ما نقدرش نقول عليه انسان بقى. يعني اللي يطلب ليؤدي خدمه لوطنه ويتاخر عنها او يرفض ده ما يبقاش انسان. وبعدين انا زي ما قلت لحضرتك في الفاصل اثناء الحلقه يعني يعني من اكثر الحاجات اللي بتوجعني في حياتي ان انا اشوف انسان قدامي بيبكي، وخاصه بكاء ام الشهيد. يعني حاجه سبحان الله العظيم يعني بتخلي القلب يتقطع. ولولا أن الله عز وجل اصطفاهم وجعلهم في هذه المنزلة إن هو يكتب عند الله عز وجل من الشهداء، والده والدته يكون سبب في دخولهم الجنة بإذن الله عز وجل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يصبر قلب كل أم وكل أب إنهم فقدوا أولادهم، وأن ينتقم الله عز وجل من هذا الإرهاب الظالم الغاشم الذي لا دين له ولا ملة. هم مغيبون يعني، يعني سبحان الله هم بيقنعوا نفسهم إن هم بيجاهدوا. فربنا عز وجل ينتقم منهم بعدله يا رب. اللهم آمين. تقول لي الله سبحانه وتعالى أعد إيه للشهداء في آيات من القرآن الكريم؟ قال الله عز وجل وأجمل القول قول ربي تبارك وتعالى، قال الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. والله هذه تكفي. ما هم أموات، هم أحياء عند الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. طيب هتقول لي في نهاية حلقتنا، هتقول لي نصيحة لكل شاب مصري مسلم إزاي تثبت على الطاعة في دقيقة؟ انصحه كشاب، أنت أخ لي. تمام. انصحه تقول له إيه؟ تقول له إزاي يبعد عن المخدرات، إزاي يبعد عن الطرق اللي مش سليمة، يتمسك بإيه عشان يوصل لغايته؟ عيشوا مع القرآن لتسعدوا، فما ذاق القلب هما ولا حزنا ولا غما وفيه القرآن. تاني حاجة زي ما قلت لحضرتك، أن تدعو الله عز وجل بقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أو على طاعتك. أيضا من شيم الصالحين
أنهم يدعون الله عز وجل كما قال الله في قرآنه: ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أن يكثرون أيضا من هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المشكلة في القلوب، نسأل الله عز وجل أن يقلب قلوبنا على طاعته، يا رب اللهم ثبتها على طاعته إن شاء الله. يا رب. أستاذ محمد، تقول لي آخر حاجة نختم بيها، عايز أختم بحاجة جميلة بقى منك، تقول لي إيه؟ أحب ممكن ندعي لمصر. تفضل. دعاء لمصر والشهداء. تفضل. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل مصرنا أمنا وأمانا، سلاما ورخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنعم علينا وعلى بلادنا بالخير والأمان والسلام والاطمئنان، وثبتنا يا ربنا على حب دينك وحب وطننا. اللهم ارحم شهداءنا وصبرنا على فراقهم يا رب العالمين. اللهم أذهب عنا وعن بلادنا الوباء وقنا شر الداء برحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. الله يفتح عليك أستاذ محمد. هقول لك بس السؤال اللي كنا عايزين نجاوب عليه، الدعاء. تمام. ليه بندعي وليه مش الدعاء مش مستجاب في نص دقيقة؟ هو أولا يعني مفهوم خاطئ عند كثير من الناس إن أنا بدعي ربنا عز وجل بأشياء وربنا لا يجيب لي الدعاء أبدا. يعني إنسان يقول أنا بدعي ربنا إن ربنا يرزقني بالأولاد ولم يستجب لدعائي، بدعي ربنا عز وجل ينجح لأولادي ولم يستجب لدعائي. نقول لا، ما من دعوة تدعو بها الله سبحانه وتعالى إلا واستجابها الله لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كانت له إحدى ثلاث. يعني أي دعوة أنت بتدعي بها ربنا، ربنا يديك حاجة من الثلاثة: إما أن يعجل الله عز وجل له بدعوته، يعني الدعوة اللي أنت دعيتها بالتحديد يجيبها الله عز وجل لك، تبضية ما حصلتش، أو يصرف الله عز وجل عنك شرا ومكروها، ربنا ينجيك من حادثة، ربنا يشيل عنك بلاء، ربنا يشيل عنك مصيبة. طيب لم يستجاب لي الدعاء بالتحديد ولم يصرف الله عز وجل عني مكروها أو سوءا، يدخر الله عز وجل لك هذا الدعاء يوم القيامة. تيجي تقف بين إيد ربنا عز وجل تلاقي حسنات ما شاء الله لا تعد ولا تحصى، وانت مع ما قدمتش لربنا حاجة بالحسنات دي، فيذكرك الله عز وجل أن هذا ما كنت تدعو به في الدنيا فادخرته لك إلى يوم القيامة. الله يفتح عليك. يبقى أي دعاء إحنا بندعي به ربنا عز وجل، ما نقولش إن ربنا ما استجابش الدعاء، لا، ربنا عز وجل استجاب لك الدعاء. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله يفتح. أنا مبسوط اللي كنت معاكم النهاردة، إحنا في عيد، نحن أسعد، وأنا في عيد اللي أنا كنت معاكم برضو النهاردة بشباب مصري مسلم حافظ للقرآن الكريم وحافظ للقرآن الكريم ومن حملة القرآن الكريم. ربنا يبارك فيكم وتكونوا نموذج لشباب كتير جدا في مصر. لو في مصر بقت فيها زيكم كده بتهيألي هنبقى أولى دول العالم إن شاء الله بالقرآن الكريم. شكرا ليك أستاذ محمد صبرة، وشكرا ليك أستاذ محمد الشويحي، وعلى أمل وعد تكونوا معنا إن شاء الله في حلقات أخرى بإذن الله. أعزائي المشاهدين، ده نموذج من نماذج الشباب في مصر، في ده وفي ده، نموذج من نماذج الشباب في مصر. يا ريت كل الشباب يحتذي هذا الحذو، يا ريت تبقى بالقرآن الكريم عشان تقدر تسلك الطريق السليم وتكون مع ربنا سبحانه وتعالى. هناخد فاصل أعزائي المشاهدين، واوعوا تروحوا في أي حتة، معانا لقاء مهم جدا. طول الوقت الناس بتاكل
الكورونا مقعدنا في البيت بناكل، في ناس جسمها زاد، في ناس بتاكل غلط. اذا كنت بتاكل غلط واذا كنت جسمك زاد، في الفقره اللي جايه هنقول لك ازاي تاكل صح وازاي تظبط جسمك صح. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته، خليكم مع قناه الصحه والجمال. فاصل ونعود اليكم بعد قليل.